أهلا يا رمضان، أهلا يا شهر الخير والعطاء، فيك كل المذنبين أقبلوا مستغفرين نحو غفار الذنوب، اغفر لنا يا كريم. ترقبوا في الساعة 8 مساء بث مباشر المهرجان 24 شور مهدوي، المهدي المخلص تقوى وسطية أخلاق، راب مهدوي حسيني إسلامي، والذي تقيمه هيئات الشور المهدوي ومشروع الشباب المسلم الواعد. وسيتضمن المهرجان تلاوات عطرة لآيات مباركة من القرآن الكريم تبركا بقدوم شهر رمضان، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. الديوانية، السبت 28 من شعبان المكرم عام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.